محمد يونس الصحار رئيس لجنة المنظمة لمهرجان بغازي السلام النسخة الثانية. طبعا انطلقت النسخة الأولى طبعا كانت فيها 6 ألعاب وطبعا حبينا طبعا هي موسمية درنا فترة طبعا صيفية هذه 21 لعبة في النسخة الثانية من ضمن الطائرة الشاطئية والقدم الشاطئية والطائرة بالقدم فيها سباحة وفيها شراع وبإذن الله تعالى فيها الفروسية وجيت كوندو طبعا اللي هي اليوم اللي وفروسية والشطرنج والبلياردو وكم لعبة أخرى والحمد لله رب العالمين أجواء تمام 100% ورب يوفقنا إن شاء الله ويوفق جميع معنا. كم مستمرة الدورة مدة كم يوم مستمرة؟ والله بإذن الله تعالى هي حتكون ممكن تقريبا حتكون شهر إن شاء الله لأن فيها كرة قدم فيها 4 أنشطة إن شاء الله رب يوفقنا.